كم خزينة نادي يوم وصلت؟ كم فيها كاش؟ غير الفلوس اللي دعمت فيها غير أنا؟ فلوسك اللي انت حطيتها 8 مليون حقتك فيها خير. كم؟ فيها خير اللي ما خلتني أطلع الكفاءة المالية. كم كم؟ مبلغ بسيط مش كبير. يعني كم؟ ما أقدر أقول مبالغ مالية صعب أنك بقول لك شغله. علمك علمك اليوم ترى اليوم أنا مؤتمر على المبالغ المالية بوصلك فيك بوجه. اليوم زي ما أنا اليوم معك ضيف، اليوم أنا برضو عضو ذهبي، واليوم أنا كنت رئيس مجلس إدارة للنادي. صعب أني أطلع لك أي أمور خاصة بالنادي خاصة فيها أرقام أو خلافة، لأن هذه من أمانتي. طيب ما أبغى الرقم بس أنا بوصل لك شغلة. خليني أعطيك أبوصل لك شغلة ممكن أوصلك إياها. اليوم عشان نحصل على الكفاءة المالية زين اللي موجود في النادي لم يكفي المبلغ اقل من 10 مليون او الحصول على المكافأة. ما اقدر اقول لك ما ابغى رقم، ابغى اكثر من الاقل. حتى تحديد ما صعب بالنسبه لي، لكن اللي اقدر اقول لك انه كان فيه. طب كم سياره لكجري يجي؟ لا كان فيه نقص فعلا كبير زين للحصول على الكفاءه الماليه المستحقه في 31 مارس 2023 المستحقه، يعني قبل 6 شهور. طيب كم سياره لكجري يجيب الفلوس اللي في الخزينه؟ لا هذه ما فيها لكجري، هذه فيها فوق. فيها كيف؟ فيها كثير. فيها معرض يعني يعني شو حسب المعرض